السبب بالنسبه انا كمن اقليم ديال طاطا اللي كيتواجد فيه البطيخ الاحمر، يعني كما كنسميوه الدلاح، وفي زاكوره والى المهم في الجنوب الشرقي للمملكه. ممكن يكون مثلا الاسمده، ممكن تكون في الشوارج اللي كيديروا اللي كيعمروهم بالماء ديال كوتاكوت، يعني يعوموا فيه الدراري، يكون ملوث، يكون حيت دابا هو الدلاح راه كيتسقى بكوتاكوت، يعني كيعمر الشارج. الوغ داك الشارج واقيلا الا تعطل فيه الماء وكيدير داك التلوث يعني وكيتسقيو به الدلاح، راه ممكن حيت الدلاح حنا تاكلينا الدلاح وشبعنا الدلاح في اقليم طاطا وفي المغرب كامل، عاد كيقولوا لك راه فيه التلوث. صراحه المساله ما كتخص غير الدلاح بوحدو، كتخص كاع الفواكه كاع الخضار. واللي جينا ندويو بعدا على الدلاح، راه دابا راه تقريبا راه سار الوقت ديالو، يعني فات الفوت ان ندويو عليه. وبالنسبه للشيء الاخر حتى هو راه المشكل كيجيني كيرجع للفلاحه من الدرجه الاولى، عاد ندويو على الرقابه. الفلاحه بعدا كيستعملوا دوك الاسمده اللي كيكونوا هما السبب الرئيسي في هذا الشيء. دابا هو مزيان ماشي مشكل تستعملوا، ولكن فاش كتفوت الحد ديالو كلما زاد عن حده انقلب الى ضده، يعني داكشي صافي كيولي توكسيك وكيقدر يتسبب شي امراض اللي هما خايبين بزاف. الظاهره اللي ولينا كنشوفوها ديال المواد الكيماويه في المنتجات الغذائيه ديال اللي كتقدم في الاسواق المغربيه ولات ظاهره متفشيه في المجتمع ديالنا، ولازم ان الدوله المغربيه تحدث لجان اللي تواكب هاد المنتجات اللي كتباع في الاسواق، وبالتالي تكون واحد المراقبه صارمه خصوصا في المنتجات اللي كتبيع، يعني اللي تكون عندها ترخيص وكتبيع المواد بشكل يعني قانوني، فما بالك بالاسواق الاخرين اللي كيتباعوا فيهم المنتجات يعني الغذائيه بطريقه عشوائيه. والناس يهضروا عليه بزاف في القهاوي وفي المجتمع، وبزاف شحال من واحد كيتشكى من هذا الشيء، وهادشي ما عجبنيش، هادشي دير الحكومه شي حاجه. ودابا راه بزاف، دابا شحال من انسان غادي يشك بزاف الحوايج، يعني الا كنتي غاتيق راه غاتيق في كل شيء، ما كنتيش غاتيق راه ما غاتيق في والو، ما عندك ما دير، ضروري في الاخر غادي تمشي تشري. دونك خصنا ضروري نحكروا على الرقابه وصافي، هذا هو الحل اللي كيبان ليا. بطبيعه الحال ولا واحد الاستغراب واحد التخوف، حتى انك كتمشي دابا تقتني واحد منتوجات غذائيه خاصه البطيخ اللي شفناه في المحلات التجاريه اللي كيتباع فيها، يعني ملي شفنا هذا الشيء هذا ما تنقدروش كاع ناخذو من اي مكان كتلقاه، كنا كناخذو من اي بلاصه كتلقى فيها المنتجات، سواء يعني بالاساس البطيخ اللي كنلقاو البطيخ، يعني اي بلاصه كناخذو منها. دابا حاليا ولا واحد التخوف اللي ما تيخليكش انك تزعم كاع تاخذ دوك المنتجات. اصلا كانوا قالوك البطيخ الاحمر ما خصوش كاع يدار هذا العام، ها هو دابا ولا تبارك الله بالكثره، راه كيدخل من زاكوره وكيقولها هو من طاطا، وهما قالوا لك راه ما خصوش يكون هذا العام حيت قلت الماء راه عندنا قليل في الجنوب الشرقي وقليل الماء، ما خصكمش كاع ديروا الدلاح، ومع ذلك هو الدلاح دخل وصل حتى للرباط.